بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم بإذن الله يا اخوان راح ننفذ الطلب اللي انتم دائما تطالبوني فيه، خصوصا في شخصية نيكس، لأن شرحت الشخصية هذه تقريبا يا اخوان ما يقارب قبل 5 أيام، ونزلت البلد الخاص فيها وقلت انها ممتازة جدا للخرائط الكبيرة. الكثير منكم قال لي نبغى نشوف تطبيقها في فورتونا، فاليوم بإذن الله راح ننفذ هذا الطلب ونشوف ان شاء الله كيف نقدر نتعامل مع شخصية نيكس في تنفيذ المهمات. وراح ننفذ المهمات يا اخوان زي ما انتم شايفين على وضعية السولو، زي ما انتم شايفين الان. تمام، فانا الان على وضعية السولو. طبعا قبل كل شيء راح اوريكم البيلد اللي انا استخدمته للاسلحة وللشخصية والمرافق اللي معايا. خلينا نشوف الحين ايش هي الاشياء اللي استخدمتها في تنفيذ المهمات. نبدا الان بالبيلد الخاص بالشخصية، هذا هو البلد يا اخوان اللي انا استخدمته. زي ما انتم شايفين البلد نفس البلد اللي انا شرحت عليه، لكن ما استخدمت مودات القبائل ولا راح استخدمها، فانا الان راح احرص اني ما استخدمها. لكن اذا شفت نفسك متمكن جدا من هذه الشخصية استخدم مودات القبائل بطريقتك الخاصة، لكن انا كبداية لكم بحاول اني ما استخدم مودات القبيلة عشان بعض الناس منكم ما عنده هذه المودات، فبالتالي اخترت هذا البلد عشان اطبق معاكم في هذا الفيديو. تمام، هذا هو البلد الخاص بالشخصية. نشوف الآن بلد السلاح. السلاح اللي اخترته سلاح الإجنس، والبلد يا اخوان حرصت انه يكون بلد غاز، ركزوا معايا بلد غاز، واضفت عليه ميزة الكهرباء عشان يفيدني كثير مع الغاز. ليش الكهرباء؟ لان الكهرباء يا اخوان تشنج الانمي بحيث انه ما يقدر يقاتلك ولا يقدر يطلق عليك الوقت اللي انت قاعد تخنقه بالغاز، فهمتوا؟ فهذه وظيفة ممتازة جدا إذا إنك تبغى تستخدم الكهرباء. لكن بعض الناس يقول الكهرباء غير مهم، فعلا غير مهم إذا إنك تستخدم الغاز، لكن بالنسبة لي أنا أشوف إن الكهرباء ممتازة جدا. بالنسبة للناس يا إخوان اللي ما عندهم ريفن مود زي هذا، تمام، استخدم مود الملتي شوت اللي هو هذا المود. إذا ما عندك ريفن مود راح يكون السلاح بهذا المود ممتاز جدا، وراح ينفعك إن شاء الله في العالم المفتوح بشكل كبير. لكن زي ما انتم شايفين انا عندي ريفن مود، فبالتالي راح استخدم مود الريفن. تمام، هذا يا اخوان بالنسبه للسلاح اللي هو سلاح الإجنس ريث. طيب خلينا نشوف الحين السلاح الثاني. السلاح الثاني اللي هو سلاح اكستلتو، والبلد هذا هو يا اخوان اللي انا استخدمته. طبعا البلد هذا لو تلاحظوا انه ميزته كروسيف، فركزوا معي الان وشوفوا ليش انا اخترت الكروسيف. احيانا لما تدخل المهمات يجونك بعض الانمي عندهم ارمر، يعني ما يكون عندهم شيلد ودم، فبالتالي انا استخدمت الكروسيف من باب الاحتياط. يعني اذا كان مثلا جالك انمي عنده ارمر، فبالتالي تقدر تستخدم سلاح ضده وترتاح في المهمه، ما تقعد بسلاح الغاز ممكن انه ما ياثر عليه بنسبه عاليه جدا، فبالتالي راح تتورط داخل الجيم. فانا عملت اني اخذ حسابي في جميع الاسلحه اللي معايا اللي هو الإجنس واللي هو الاكستلتو زي ما انتم شايفين، وهذا هو البلد الخاص بالسلاح الثاني. الميلي طبعا الميلي ممكن ما تقدر تستخدمه بنسبة عالية جدا لانهم يطلقوا عليك من مسافات بعيدة، لكن هذا هو البلد زي ما انتم شايفين من باب الاحتياط. برضو في ميزة اللي هو الهيلينج ريتيرن عشان يعطيني الهيلث. تمام، فهذه تقريبا تكلمنا عنها في الشرح الخاص بأسلحة الزاوية. فجميع الاشياء هذه اللي تكلمنا عنها الان مشروحة عندي في القناة، اللي حابب يطلع عندي الفيديوهات بإذن الله انه راح يستفيد منها كثير. اخر شيء عندنا يا اخوان اللي هو مدرسة الزينوريك في الاوبراتور، وبرضو البلد الخاص بهورس، هذا هو البلد. احرص في هذا البلد، ركز معايا، احرص انك تركب المودات اللي هو المود الخاص بالاختفاء والمودات اللي تعطيك هيلث عشان يهلتك في الجيم، وثاني شيء مود انيمال انستانسيت. هذه المودات مهمة، اما الدفاعات سوي الدفاعات بطريقتك الخاصة وبلدك الخاص. هذا هو البلد اللي انا استخدمه. طبعا هذا البلد ما راح يكلفك 7 فورمة، لكن عشان انا مركب المود هذا في مكان غير مكانه، فبالتالي ظاهر امامكم انه الان 7 فورمة، لكن البلد الحقيقي الخاص ب7 فورمة هو هذا البلد. فهذا هو البلد يا اخوان الخاص ب7 فورمة عشان ما تصير عندكم لخبطة. عموما هذا هو البلد زي ما قلت لك. اذا كان ما تقدر تركب مودات الهيلث بنسبة عامة، استخدم اي واحد من المودات هذه اللي هو سواء مود الهنتر او مود الباك، تمام، اللي هو الباك ليدر، هذا راح يفيدك برضو في تهليتك داخل الجيم. اهم شيء هذا يا اخوان باختصار عشان ما نطول اكثر، اهم شيء عندي مود الاختفاء ومود التهليث ومود انيمال انستانسيت، اما الدفاعات بطريقتك الخاصه في البيلد الخاص فيك. طبعا خلينا نشوف الحين المهمه اللي راح نطبق عليها باذن الله عز وجل. طيب انا راح اختار هذه المهمه يا شباب، ليفل 40 الى ليفل 60، وخلونا نبدا عشان ما نطول اكثر. خلونا نبدأ.
We ain't got all cycle. I've just learned of a house lock with a high number of Solaris up for repo and brain shelving. We're gonna erase their debt ledgers and give them a second chance. طيب انا بحاول اني اختصر في الفيديو لانه صراحه المقدمه صارت طويله جدا، لكن لازم اعطيكم البيلد عشان تعرفوا كيف انا تعاملت مع هذه الشخصيه. فالان خلاص انا ابدا اقصص في الفيديو باذن الله حتى نوصل للمهمات ونخلص كل مهمه على حده، وبالتالي نشوف ان شاء الله نهايه هذا الفيديو. فخلونا نبدا الحين ان شاء الله، راح ننتقل للتطبيق العملي. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين الحين بدينا، راح اعبي عندي الانرجي وخلينا نشوف الحين المهمه الاولى وين راح تكون. طيب هذه المهمة زي ما انتم شايفين 300 متر. طبعا اذا كان المسافات بعيدة راح اقص الفيديو عشان اختصر الوقت. طبعا هذه احرصوا انكم تاخذوها لانها مفيدة جدا لتلفيل اللي هي الزلاجة هذه اللي معكم. طيب زي ما انتم شايفين الان عندي هذا الجهاز لازم اشغله، فبالتالي راح يكون عندي جهاز ثاني هنا لازم احميه. فخلونا نشوف الحين كيف نقدر ننفذ هذه المهمه. طبعا في البدايه اشغلهم مع بعض عشان هم يقتلوا بعض وانت تكون مستعد. عبي الانرجي، استعد بطريقتك الخاصه في الجيم. لاحظوا الان انا مختفي ومرتاح كليا، لحد الان ما وصل الجهاز اللي ابغى احميه. طبعا لما يوصل الجهاز احرص انك تهكره بشكل سريع، وثاني شيء اقتل جميع الانمي اللي قريبين مره منه عشان ترتاح. طيب هذا هو الجهاز وصل، شوف قتلنا الحين كل الانمي القريبين. نبدا نهكره بشكل سريع عشان نختصر في الوقت. زي ما انتم شايفين الانمي يحرق بنفسه يعني، وانا مرتاح يعني ما ابذل اي مجهود نهائيا داخل الجيم، وبنفس الطريقه اللي طبقناها في التطبيق العملي لما شرحنا شخصيه نيكس. فعموما اللي حابب يعرف كيف يتعامل مع هذه الشخصيه يقدر يشوف الشرح الخاص فيها، باذن الله انه راح يستفيد كثير. بشوف الان التطبيق العملي زي ما تكلمنا عنه في الشرح الخاص بهذه الشخصيه. شوف الان الانمي كله يقاتل بعض وما في اي انمي قريب من هذا الجهاز. طبعا اذا كان في اي انمي اقترب من الجهاز على طول اقتله، فهمتوا؟ فهذا الشيء عشان ترتاح انت برضو قريب من الجهاز وتكون مسؤول عن حمايته بشكل سريع. شوف هذا قريب الحين راح اقتله. شايفين كيف المهمة؟ يعني تحس ان المهمة ماشية زي الحلاوة بدون اي تعب بدون اي مضايقات. طبعا في بعض الناس تحب تلعب مثلا بشخصية فروست ممتازة هنا، شخصية ميسا ممتازة برضو هنا، اكثر من شخصية انا اشوف انها يعني زي اوكيونوكس برضو ممتازة جدا هنا، يعني في شخصيات كثيرة. لكن نيكس انا ليش اخترت نيكس يا اخوان؟ عشان اذا كان تبغى تلعب بوضعية السولو او انك تبغى تلعب بوضعية الفريق، فنيكس في الحالتين راح يريحك او انه يريح الفريق الموجود معك. شوف هذول قريبين من الجهاز. ايوه هذه عنكبوت، هذه دفاعها يا شباب ارمر. لاحظوا الحين شوف الدفاع الخاص فيها، شايفينه ارمر. عشان كذا انا قلت لكم احرصوا انكم تاخذوا معكم سلاح ثاني ضد الارمر اللي هو الكروسيف او الفايرل، برضه ممتاز جدا، لكن انا اخترت الكروسيف زي ما انتم شايفين. طبعا هي ما ماتت لحد الان. شايفين كيف البلد تحس انه قوي جدا عليها. الحين باقي 6 ثواني ونخلص المهمة زي ما انتم شايفين. طبعا حتى لو دمجوا الحين ما عليك فيهم، خلاص انتهت المهمة عندك بالراحة. طيب زي ما انتم شايفين خلصنا المهمة الأولى بكل سهولة، خلينا نشوف الحين المهمة الثانية. طبعا المهمة الثانية أنا راح أختصر في المسافات وراح نبدأ إن شاء الله أول ما أوصل، وراح نبدأ إن شاء الله يا شباب أول ما نوصل بإذن الله.
طيب شباب، زي ما انتم شايفين الحين وصلنا المنطقة الثانية. طيب المهمة درون زي ما انتم شايفين، فلازم احمي جهاز يكون طائر. فخلينا نشوف الحين كيف نقدر ننفذ هذه المهمة. اول شيء اشغل الانمي مع بعض، هذه اول حاجة اسويها. بعد كذا ابدأ اقتل الدرون عشان اقدر اني اتحكم فيه. طبعا هذه المهمة يا شباب تطلب منك تقتل 30 انمي. شوفوا الان العدد في اليسار، حاول تقتل انت 30. زي ما انتم شايفين الحين قتلنا 5، لازم نكمل 30 العدد كامل. وفي نفس الوقت الدرون يعني ان شاء الله ما عندك اي مشكله نهائيا. ليش؟ لان الانمي اساسا قاعد يقاتل بعض، فما انت ملزوم انك تكون قريب منه يعني نهائيا. طيب هذا ال 11 الحين. شوف الغاز كيف قوي عليهم مرة، يعني بلد الغاز ضد الآليين ممتاز جدا يا شباب. يعني اللي عنده بلد أو إنه يبغى يبحث عن بلد، أنا أنصحك بالغاز. زي ما أنتم شايفين كيف أقدر أأثر عليهم بشكل سريع. وإذا كان عندهم أرمر أكيد عندك السلاح الثاني. زي ما قلنا أنت مستعد لجميع الأشياء اللي راح تواجهك داخل الجيم، سواء أرمر أو شيلد وهيلث. حتى لو تلاحظوا يعني لما اطلق على الانمي نفسه يتشنج، وفي نفس الوقت هو متشنج وانت تخنق فيه بالغاز، فبالتالي راح يموت بشكل سريع. انتبهوا من هذول الانمي اللي يوقفوا من مسافات بعيدة، هذول عندهم سنايبر اللانكا، فبالتالي بيكون دمجهم عالي جدا. انتبهوا. طيب باقي واحد الحين نخلص هذه المهمة. هذا هو. طيب زي ما انتم شايفين الحين خلصنا المهمة الثانية بشكل سريع. يلا وين المهمة الثالثة؟ طيب هذه المهمة الثالثة يا شباب، خلينا نشوف الحين لما اوصل عند المنطقة ان شاء الله راح ابدأ اكمل معه. طيب زي ما انتم شايفين يا شباب الان هذه هي المهمة الثالثة تقريبا، انها تهكير جهاز. فخلينا نشوف الحين فائدة هورس في هذه المهمة كيف راح يكون. طبعا حاول انك تتأكد من الطريق قبل تتقدم، لأن بعض الناس تضيع هنا في هذه المنطقة، لأنها تعتبر منطقة في البداية صعبة على الكل. وأنا أول واحد صراحة كنت أضيع كثير هنا، بس انت حاول انك الآن تحط علامات او انك تعرف كيف الطريق عشان تقدر تطلع وتدخل بسرعة في هذه المنطقة. شوفوا كيف هورس مجرد ما جاني الانمي على طول اخفاني. انتبهوا من الليزر اللي هنا.
شايفين كيف المهمة صارت بكل سهولة، دخلنا بدون أي أثر، مع إن الشخصية ما فيها ميزة الاختفاء، لكن شوفوا كيف الفريق هذا، تحس إن هورس مع نيكس فعلا فريق مميز. زي ما انتم شايفين خلصنا المهمة بكل سهولة. يا سلام أكس. If there's an interrogation unit out here with prisoners, the resupply drop will reflect that. Marked an airdrop. طيب خلونا نشوف الحين المهمة الرابعة. طبعا انت احرص انك تكسر الصناديق وتستفيد من المنطقة، لكن انا احاول اني اختصر بقدر المستطاع. عموما خلاص عشان ما نطول اكثر، راح ان شاء الله لما اوصل للمنطقة اللي بعدها راح ابدا اكمل معكم. فخلونا نشوف الحين ايش اللي راح يصير معانا. طيب شباب زي ما انتم شايفين الان وصلنا للمنطقة هذه، خلينا نشوف شيء المهمة. طيب زي ما انتم شايفين مهمة كاشز، تمام؟ هنا في شغلة مهمة جدا، إذا انك عرفتها بإذن الله انك راح ترتاح كثير في تنفيذ مهمة الكاشز. احرص انك تبحث عن الدخان، يعني منطقة الكاشز تلقى فيها زي الدخان، فبالتالي إذا لقيت الدخان هذا على طول راح تلقى جنبه الصندوق. فخلينا الحين ندور، واحرص انك برضو تدور في الأطراف، احرص انك تدور في الأطراف الخاصة بالخريطة، لأنهم يحاولوا انهم يبعدوها عن بعض. ايوه هذا واحد زي ما انتم شايفين، شوف الدخان جنبه. طبعا داخل الكاشز يا شباب احيانا تلقوا صناديق. طيب زي ما قلت خلاص خلينا نتكلم. طيب الكاشز احيانا تلقوا يا اخوان داخله صناديق، حاولوا انكم تكسروها عشان تستفيدوا منها. هذا الدخان الثاني زي ما انتم شايفين، هذا ما في شيء. وبرضه شايفين الاشجار هذه اللي على شكل فطر، احيانا يكون الكاشز فوقها هناك فوق الاعلى. خلينا نشوف الحين، لا ما هو فيه، فاحيانا يكون فوقها يا شباب فانتبهوا. ايوه هذا دخان زي ما انتم شايفين، هذا هو الكاشز الثالث. طبعا شوف الصندوق بداخله شايفينه. Based on the amount and nature of these supplies, the team has prisoners. There was something in yesterday's dispatches. Something about... Oh, of course. Right. It's a long shot, but here goes. طيب إيش المهمة اللي بعدها؟ خلينا نشوف. Best info says the team last reported in from somewhere in the marked area. طبعا لحد الان شباب زي ما انتم شايفين المهمات ما فيها اي صعوبة نهائيا، يعني تخش المهمة ولا كأنه في شيء نهائيا، بسهولة نقدر نجتازها. ليش؟ لانه انت اساسا ما تبذل مجهود في القتال بنسبة عالية جدا، وفي نفس الوقت عندك اسلحة ممتازة اذا كان سويت نفس البلد هذا. انتم شفتم البلد كيف مناسب جدا. عموما احنا الان وصلنا المنطقة الاخيرة فما راح اقص، خلاص خلينا نشوف الحين ايش اللي راح يصير معنا. ايوه هنا يقول لك ابحث عن الناجين لانه في ناس ضحايا، طبعا يقول لك ابحث عن اربع ضحايا، بس انا بعطيكم نصيحه، قبل تبحث للاربع ضحايا ادخل المنطقه هذه، ابحث عن هذا المكان وادخل هذه المنطقه بالضبط، فهمتوا؟ ليش تدخل هذه المنطقه؟ عشان داخلها صناديق، الصناديق هذه ممكن بعدين ما تقدر تكسرها لما انك تنفذ المهمه، خلاص يكون في ليزر امامك فبالتالي ما تقدر تاخذ الاغراض اللي هنا، لكن هذه الفائده. الان خلاص ابدا ابحث عن الأشخاص الميتين وابدأ أكمل المهمة بالطريقة العادية. لاحظ الآن ما شاء الله كلهم جنب بعض. طبعا مو لازم يكونوا جنب بعض، انتبهوا يا شباب أحيانا يكونوا متفرقين وبعيدين عن بعض، فأنت لازم تدور عليهم بشكل سريع. Around, itinerary, patrol log, coordinates, reports, blah blah blah. They were captured. Pinpointing location.
طيب الحين شوفوا كيف، شايفين المنطقة هذه اللي كنت أكسر فيها الصناديق صار فيها زي الليزر وصار فيها شخصيات لازم أنقذهم، فهمتوا؟ فعشان كذا أنا قلت لك اكسر الصناديق قبل تبحث عن الجثث الميتة، فهمتوا؟ ايش في هذا ما يتدمج؟ لسه ما اشتغل. طيب فلاحظوا الآن برضو ما تقدر، مو شرط انك تقاتل، فلاحظوا الآن يا شباب مو شرط انك تقاتل نهائيا، الانمي نفسه يريحك. استهدف الانمي اللي يجيك عليه علامة حمراء، ليش؟ لأنه تطيح منه قطعة زرقاء يا شباب، القطعة الزرقاء هذه تساعدك في رفع النسبة وتخلص الوقت بسرعة. فلاحظ الحين كيف النسبة ارتفعت بشكل سريع. فحاول انك إذا شفت العلامة الحمراء هذه استهدفها بسرعة واقتلها. وحاول انك تاخذ برضو القطعة اللي تطيح منها. شوف الآن اشتغل هذا الجهاز لأنه ايش؟ جهاز الإنذار اشتغل. فانتبه منه. طيب خلينا نشوف الحين العلامة الحمراء اللي فوق. طيب في علامتين حمراء الحين. هنا في علامة ثانية. النسبة زي ما انتم شايفين الحين وصلت 71، وكل ما تخلص على هذول اللي عندهم القطعة الزرقاء دي راح ترتاح وتخلص الجيم هذا بشكل سريع. شوف الآن طاحت، شوف كم وصلت النسبة، تحس انها طارت بشكل سريع. الحين 83. شوف كيف المهمة تمشي معاك بشكل سريع جدا. طبعا خلاص بما انه خلص الوقت راح احط علامة وابدا اتحرك زي ما انتم شايفين انتهت المهمة. ممتاز برضو ريليك اكسي هذا شيء ممتاز. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين يعني الحين نفذنا الخمس مهمات بدون بذل اي جهد نهائيا. الاسلحة كانت البلد الخاص فيها مناسب جدا، الشخصية انا اشوف انها ممتازة جدا 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 بالنسبة لي. اذا ناسبت شخصية نكس تقدر تشوف الشرح الخاص فيها، وباذن الله يا شباب اني اكون افدتكم في هذا الفيديو، لانه الكثير منكم يعني اكثر المتابعين عندي يقولوا ما عرفنا كيف نتعامل مع المهمات الخاصة بفورتونا لان فيها صعوبة ودمجهم عالي علينا. فانا الان اعطيتكم حلول وهذا تنفيذ وتطبيق عملي قدامكم لشخصية نكس. البلد مشروع عندي في القناة والاسلحة هذه ووضحت لكم البلد الخاص فيها، وباذن الله انها راح تفيدكم كثير. فاتمنى يا شباب انكم استفدتم من هذا الشرح. لا تنسوا يا اخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا اخوان نشر الفيديوهات، وباذن الله ان احنا نفيدكم اكثر واكثر في لعبة وور فريم. بالتوفيق.